شنو توقعاتك الماتش غدوة؟ إن شاء الله مربوحة. شنو قديش تقول ريزلتا؟ بعد بليش؟ ولي واحد واحد. إن شاء الله. جت مباراة غدوة إن شاء الله. إن شاء الله مربوحة. قديش تقول حسب التقريب؟ زوز ثلاثة بلاش تاك الماتش قدوة إن شاء الله مربوحة معروف الجماعية لباس وإن شاء الله مربوحة لماغ كيغاني كيف ما يقولوا هما اللغة الخشبية نتاعهم إن شاء الله بنسور سيزا استربح ما نخافوش من الإتوال جمعيتنا اللي تخوف إذا كان ماشي في فورما سكيسور مش نلقى شوية مشاكل إن شاء الله تكون في فورما معملين عليهم ديفي لهم هما باش يظهروا إمكانياتهم ويوريوا أنهم يبرهنوا قد الماريون اللي لابسينه إن شاء الله ربي معنا. شنو رايك في الدخول فقط لاصحاب الاشتراكات؟ ولا حاجه خير باش الناس كلنا نعاونوا الجمعيه وما نقعدوش كل مره نقعد نجيو على التيكيت. هذه حاجه حقها صارت دوبوي اكستو. روتار برشا ديسيزيون بارك الله فيه رئيس النادي لبى رغبه العديد من الحبايب اللي طالبوه من قبل ما قبل الجلسه العامه حتى بعد الجلسه العامه سي لا لوجيك دي شوز انه اضعف الايمان اي انسان يحب السي اس اس شنو هو لي زابونمون باللي كرادا ب 70 دينار 80 دينار 70 دينار 80 دينار 80 دينار المحبين العاديين وماذا بيا حتى المؤسسات مش فيهم فيش يستنى معناتها اليوم احنا هنا 2016 تبارك الله على ذمة بلاتفورم دي كوميرسيو دي كونتاكت دار ناس اضعف اليمين قالوا لنا هز تليفون وتكلم مرحبا بك في الستركتور ان شاء الله العبد الكل اللي مازال يولي سوسيوس واللي ما عندوش ابلمو يمشي عمل ابلمو خاطر بالبريليفمون ولا كل شيء ساهل تو اعتبار عامل قرض راك ما فيش حاجه صعيبه انا بور الحكايه هذه انا بور سيرتو في معناها تو في الديبي نتاع الشامبيونات في السوبر بلاي ومن بعد بدا في بالي تولي فما تيكيات وكل شيء